في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، غادرت عدد من القطع البحرية قاعدة الأسكندرية البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، والذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية. ويمثل التدريب البحري المشترك جسر الصداقة 3 أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.